الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر اللايك والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في التعليق. لحفظ الأموال تقرأ على المال 5 مرات آية الكرسي، هذا حفظ أموالك. أما إذا أردت أن تتبع الورد آية الكرسي للحفظ لك لحفظ كل شيء بإذن الله، فتقرأ آية الكرسي 70 مرة في الصباح 70 مرة في الليل، تحفظ الأموال وتحفظ النفس، تحفظ الجسد، تحفظ المنزل، تحفظ الأبناء بإذن الله. تقرأ 70 مرة في الصباح 70 مرة في الليل. أما بخصوص سرق الطاقة، أفعل أي شيء وطاقتي تسرق. أصلا أنت ربما أنت لا تعرف كيف تستحوذ على الطاقة وتحافظ على طاقتك. هناك ذكرين للحفاظ على الطاقة، هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أنصحك أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 300 مرة في الصباح و300 مرة في الليل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله 100 في الصباح و100 في الليل، لن تسرق طاقتك، ولكن يجب أن تتبع الورد يوميا إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.